مساء الخير متابعي اليوم السابع، نحن الالف لايف جديد مستمرين معكم للتغطية الإخبارية والله يفاصل خاصة هنا من منطقة العتبة. كل عام وانتم بخير. قبل ايام قليلة من شهر رمضان المبارك هنتعرف مع حضراتكم اشكال والوان العبايات السيدات والفتيات والاسعار وايه الانواع الجديدة وايه الالوان الجديدة. عايز اقول لحضراتكم ان النهاردة السبت قبل ايام قليلة من شهر رمضان المبارك عايزين نشوف مع حضراتكم ايه افضل الالوان. جبنا لكم كرداسة هنا في العتبة، تعالوا نتفرج مع حضراتكم الاشكال الجديدة والخامات. اركان واحد بس تعرف بيك. اتفضل يا استاذ محمد. اسمي عمر، محل اركان مرشد نووي الدور الارضي. كلمني يا استاذ عمر، الاسعار عامله ايه؟ الاسعار تمام وان شاء الله باذن الله الالوان الجديده يكون في حاجه في موديلات نازله زي كده كلها، يعني حاجه زي الشيفونات دي تنفع عرايس ممتازه جدا تمام، وحاجه زي كده بتمشي امهات وعرايس وفي منها كل حاجه في منها 6 لون تمام، وفي حاجه زي كده مشجرات عشان الصيف داخل الخامه القطن الجميله تمام، في منها برده دي تنزل منها 2 لون تمام. انا شايف الازرق عندكم هنا كتير في العتبة باللون دوت. هو الازرق دي احنا بنعمل الازرق ده ستايل عرض تمام، دخل فيت المحل دخلت المحل ستايل العرض بتاعنا، فانت لو هتلاحظ تلاقي كل مثلا احنا عاملين عرض ابيض كله وازرق كله، ده ستايل العبايات، دي تشكيلات العبايات بتاعتنا، دايما نختلف عن الناس في العرض والكلام ده كله. يعني ايه الالوان الجديده بتاعت السنه دي شهر رمضان؟ هو الالوان الجديده اللون المنت جرين تمام، المنت جرين ده تمام، واللون الهافان والاصفرات برده وحاجات شيك جدا، والابيض والاسود انت عارف ده ملك الالوان، والحاجات دي كلها ممتازه برده في اللبس. كلمني على الازدالات، ايه الاخبار؟ الاسعار عامله ايه في الازدالات؟ الازدالات والله التشكيلات دي الازدالات عامه اي حد عامه لازم يكون عنده 4-5 ازدالات في البيت، الحاجات دي كلها ممتازه ودايما مخفضين الاسعار عشان الازدالات والناس ناخد ثواب في الناس يعني. طيب كلمني على النوع الجديد للازدالات، انا شايف ان الساده بطل السنه دي. هو النوع الجديد في ناس كتير بتحب الازدالات اللي هي الساده، في ناس كتير بتحب اللي هي المشجرات، في ناس بتحب الشغل الازدالات على شغل مطرزات والحاجات دي كلها يعني عامه، بس دايما نازل ترند الايام دي كلها الحاجات الساده اللي عليها شغل تطريز والكلام ده كله. انت بتقولي الساده شبه خف شويه وبعد نازل الفسفوس. نزل الفسكوز والحاجات اللي هي القطان عشان الناس اللي انت عارف الحر والكلام ده كله، فبتحب التشكيلات دي يعني، بتحب الحاجات اللي هي الطريه على اللبس. ما تيجي نفرجنا على الازدالات عندك تحت امرك، اتفضل معايا. احنا مع حضراتكم داخل منطقه العتبه نتفرج مع حضراتكم ايه الازدالات والاشكال الجديده لشهر رمضان المبارك. عايز اقول لحضراتكم ان العبايات نازله باشكال جديده قبل شهر رمضان والاقبال ممتاز. التطريز هايل، احنا جبنا لكم كرداس هنا في العتبه بالفعل. دي الوان واشكالات. دي الازدالات اللي عندك صح كده؟ في اشكالات كتير تمام. ده بينزل منها 4 لون. 4 لون. حضرتك بص الكمل الوانها ايه؟ بص التطريز وحضرتك بص الكم، يعني نادر لما تلاقي حد بيعمل نفس الشغل ده ونفس الجوده دي، ودايما دايما بنغير الخلفيه بتاع الشغل. بص حضرتك الطرحه بتاعتها نازل بالطرحه، نازل بالطرحه بتاعتها، والطرحه عليها شغل كمان مش ساده تمام. ده بره وجوه، الناس اللي بتسال ده لزه ولا لا، ده شغل تطريز داخل وخارجي. ده نوع القماش ايه؟ ده نوع القماش حاجه اسمها مراسي. مراسي قطن مراسي دخل نفس الخيط ده نوع صوف. الناس اللي قلقانه من الصوف الكلام ده كله. انا سامع ان انت بتقولي في نوع نازل جديد اللي هو هنتكلم فيه مع بعض. في بينزل منها اللون الاسود. دي الالوانها. دي الوان من الحته دي. في منها لون الجنزان، ده بينزل منها 4 لون تمام؟ ده نوع ازاز، ده نوع ازاز تمام؟ نوع ازاز التاني اللي هو نوع ازاز التاني حاجة زي كده.
وعاملك ايه من الناس بتسال عنك؟ النقشه والطبعه دي مش عند حد عامه، دايما الناس بتحب اللي هي الازدادات اللي هي الساده خالص، تمام. فنزلنا التشجيره دي مختلفه جدا، السقوه دي لينا احنا بس فقط، اركان فقط نازله بالطرحه بتاعتها، صح كده؟ نازله بالطرحه بتاعتها دي، لازق فيها الطرحه، تمام. والطرحه كمان مش نزلناها ساده، ده بينزل منها في بننزل فيها شغل. اسعاره كام؟ سعر الازدال ده عامل 200 جنيه، تمام. كل المقاسات، كل، لا الازدال بينزل فري سايز مقاس واحد، بيلبس كل المقاسات، تمام. في حاجه زي الازدال ده عامل 250 جنيه، تمام. بنعمل خصم للزبون اللي بيجي هنا 20 30 جنيه في الفصل، تمام. كلمني على باقي التشكيله عندك، انا شايف عندك. ايوه باقي التشكيله حاجه زي كده برضو، الدرس ده، ده الازدال ده، ده ازدال، ده ازدال برضو في طرحته فيه زي كده. ده بكام؟ ده فسكوز، ده برضو 200. 200 الفسكوزات كلها سعر واحد، اللي عامله 200. الحاجات المطرزه دي برضو سعر واحد، دي 250. فانت حضرتك زي ما قلت لك، ده الزبون اللي بيجي فبنعمل له خصم 20 30 جنيه في القطعه، تمام. في برضو حاجه زي كده، الاسدال ده طرحته خارجيه، الناس الخارجيه، عشان الناس ممكن في الحالتين بتستحملها، اللي هي عبايه، عبايه في البيت، ودي في نفس الوقت طرحتها خارجيه، تمام. الطرحه بتاعتها غير العبايه خالص، عندنا غير اي حد. عامله كام دي؟ عامله الفسكوز دي عامله 200 زي ما حضرتك قلت لك في الاول، الفسكوز ده سعر واحد، تمام. ده برده نوع ازدال، اوريك برده ازدال بلد الثاني برده المطرز زي ما قلت لك، اوريك المطرزات كلها، تمام. دي الاشكال الجديده للازدالات في شهر رمضان، ده ازدال برده مختلف غير الاول، ده بينزل برده مطرز في نفس الوقت، الطرحه برده على نفس الشو، ده بيدي شكل رهيب جدا في اللبس، الناس اللي بتحب التطريز والكلام ده كله. نفس الاسعار 200 جنيه؟ لا ده 250، المطرزات نفس الاسعار. يعني الازدال يقف من 200 ل 250 كده؟ بالكتير قوي يعني تبقى 220 جنيه. كمان؟ عشان بس نعمل خصم للناس، وده الكم بتاع حضرته، في ناس بتعمل كم ساده خالص، احنا بنعمل تسويره وبننظم الكم. حضرتك بص التطريز بتاعنا، بننظم الكم بتاعه. ما تيجي ننقل على العبايات هناك ونتكلم مع بعض. ده المصنع بتاعنا. تعالى نبص على العبايات. عايزك تقول لي على النقشات الجديده بقى، يعني ايه الاشكال الجديده في النقشات؟ هل هو الشغل اللي هو اللي احنا شايفينه دوت على العبايه البيضاء؟ والله هو النقشات الايام دي كلها العرايس بتحب الحاجات اللي هي المشجره اللي زي كده، تمام. وبتحب الايام دي البنات والعرايس الكلام ده بتحب الحاجات اللي هي مشجره والحاجات اللي هي مؤستك. الاستك ده اهم حاجه عند البنات، والحزام، الحزام ده بالتاكيد عند البنات اللي هو زي المشجع، يعني تركز معانا، مفيش ازدال، مفيش، سوري بالكلمه، مفيش فسكوز او فستان، تمام، تلاقيه نازل من غير حزام، عشان العروسه دايما بتركز دلوقتي في الحزام والوسط والكلام ده كله. فدايما برضه عملنا تشكيلات بقى تاني اللي هي من غير وسط زي كده للحريم الكبار والستات الكبيره، برضه الحاجات دي الست الكبيرة عشان دايما بتيجي عايزين حاجات من غير وسط، حاجات اللي هي المقاسات الخاصة والواسعة. برضه في حاجات في العرض الناحية التانية حابب ان انا اوريها لك. الالوان الجديدة بقى، اتكلمني على الالوان، قلنا المنترين. هو المنت، هو عامة بالنسبة للالوان احنا ممكن نخترع لون على لون، نخترع لون جديد. طبعا. يعني حضرتك اللون المنت في ابيض ده. احنا في الابيض. المنت في ابيض ده احنا مدخلينه جديد، مركبين اللونين على بعض، فاصبح عملنا برضه شكل جديد في العبايه. اللي هو اللي فوق ده. اللون المنت دايما بندخله في اي حاجه دايما بيمشي معاها. تمام. انا بشكرك. بشكر متابعي اليوم السابع، كنا معكم في لايف جديد هنا من ميدان العتبه، اللي كان ممكن اليكم الاسعار والاشكال الجديده للازدالات شهر رمضان للسيدات اخواتنا والامهات. والعبايات بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا، وجودك مشرفنا جدا على راسنا. شكرا.